اخويا تسلم يا دولي. النهارده للصبح. اه وايه تاني للصبح؟ عارف بو متأخر ربع ساعة؟ والله أنا ماشي من الكافيه الساعة 11 إلا 10. والله 11 إلا 10. هنقول لا فهمي قلبي يا فهمي. فين الشير بقى؟ انا شايف 72 شير. اه انا شايف 72 شير بس. فين الشير؟ الحمد لله تمام. انتوا اخباركم ايه؟ شير يا كتيبة شير. ابو هيبة احترم نفسك يا ابني، انت راجل كبير ومحترم وانا اسمع عنك سماع حلو. اه تن 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 تن. اه ميه ساقعه قفشت لي هنا. يخرب بيت كده. مالك؟ الحمد لله تمام والله. انتوا اخباركم ايه وايه الحال؟ وش علومكم؟ عساكم طيبين؟ اه ايه الدنيا؟ الحمد لله الحمد لله. لا كفى الله أكبر. كل يوم أقوى من التاني. لا 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 مين؟ ايوه ماله يعني اخويا صبيح؟ قلبي يا صبيح. علبة السجاير بتاعتي فين؟ فريد يا نهار ازرق، اتقلبت في السجاير ولا ايه؟ نسيتهم في العربية. ينفع كده؟ ريل مان قلبي. والنبي شوف هات علبة السجاير ولا عامل ايه. تن 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 تن. نزلني بحق وسميتني. اخبار الشغل؟ والله الحمد لله تمام الحمد لله. والله انا فرحان جدا بصراحة بالكافيه. اه والله يعني الحمد لله كل يوم، مع ان انا لسه ما حطيتش لوكيشن لحد دلوقتي. لا 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 لا.
اخويا منور. والله الكافيه ما خدنيش منكم، بس انا بص عندي حتة ان انا بحب ادي كل حاجة حقها، انت فاهم؟ انا اللايف بيجي في وقت انا بكون فاصل فيه، يعني انا بكون طول اليوم بره، ففصلت. بعد الفصلة دي بقى انت بتبقى عايز ترتاح، ترجع تفتح لايف، انت فاهم؟ فبتفرق معاك هنا بقى ان انت اصلا بتكون خلاص انا المفروض ارتاح بقى، لا انت بتفتح لايف ليه؟ عشان انا برضو ما انساش فضلك عليا. لا 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 عنوان الكافيه شارع البنوك مول كود ون عند عربيات. غزل يا قلبي حبيبتي يا غزل، ليه كده فهمي؟ تصدق انت مش كويس؟ منورين 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 يا رب ولك المثل يا حبيب قلبي. ندخل مع انا عايز اجيب اشكال جديدة بصراحة، زهقنا من الاشكال اللي احنا نعرفها. يا رب ويكرم الجميع. مصطفى ما بيردش عشان خاطر احنا قربنا نقفل الليميت بتاع الموضوع دوت، عشان خاطر نقفل الموضوع ده. الجروب هنخليه 500 بس يا جدعان، 500 بس. عشان نخف الموضوع شوية والناس تعرف حتى يعني يطلع لها فلوس، لان كل ما تكتر الناس ده لمصلحتي بس مش لمصلحة الناس، فهمتوا؟ عايزين ندخل مع حد، نجيب ماما تريلا نحرق دمها. اصبر عايز ام ده عيد ميلادي جه. قول والله. والله انت ما شفتهوش؟ لا ما اعرفش. 8. طب وانا عيد ميلادي كان 5/6، انت ما عرفتهوش؟ لا ده 5/6 ده بعيد قوي، ده فات عليه فتره. فات عليه فترة يعني؟ هو انت تطلب هدايا لعيد ميلادك وانا بنت البطة السودا يا بابا؟ دي حقيقة. عارف ام عمر؟ عارف. عايز لك تسلم لي عليها. طب عارف ام ترتر؟ لا اشكال دي انت اللي تعرفيها. ماشي حلو الكلام، يعني انت عايز هدية عيد ميلادك وانا عيد ميلادي ايه وضعه؟ ايه وضعه يا بابا؟ طب عيد ميلادي شهر 6، ده كان من شهر 6، فهمي؟ اوكي. احنا دلوقتي في شهر 8 عيد ميلادي انا، فهمتي؟ طب هو شهر 9 الشهر الجاي، باقي 25 يوم على نزول الايفون الجديد. ايوه الله ينور الله ينور. كلك نظر بقى. لا انت اللي كلك نظر يا اخويا، مش انا المره دي بقى، انا اللي عايزه منك ايفون. وبعدين انت ما شاء الله كده، انا سمعت اللهم صل على النبي انك فتحت كوفي شوب 3 سبعات وظبطت امورك وعشت الجو بقى وعديت بقى يا برنس. بقيت تشعر يلا نزل. لازم اللي بقى في ايفون.
لا 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 مين دول؟ صدقوا في ناس كتير جاية جديد البرنامج، برنامج فيه ناس كتير قوي، كتير قوي. تعال نشوف دي. لا لا طب نلغي دي ونشوف دي. عصام مين؟ ايوه انت عمال تكتب لي عصام. ماشي ايوه، بعد عصام بقى ما فيش حاجه. ماشي شكرا، انا غلطان ان انا رديت عليك وعبرتك اصلا. بس كده نوجع دماغنا ليه؟ هاي نوت تشبه هاي كرتني. ثواني هنزل واطلع تاني. خلاص يا معلم هبعت لك اهو. ده تيك توك بقى زي الزفت والله، زي الزفت. ايه ده البرنامج معلق عندي خالص يا معلي. طب انا جايب لي ثلاثة بس اللي فاتحين لايف، اقسم بالله مش فاهمها دي والله ما فاهمها. طب ثواني نطير الشاشة. ابو فهد قلبي. والله بيعلق، اقسم بالله بيعلق بجد. ثواني اطير الشاشة. كده احسن او كده بدأت الناس تظهر. يا خي فينك يا عم معلم باري، عم شوفك على التليفون التاني. قول لي يا جاد. يا هلا حبيب قلبي حبيبي. هلا والله انا مداهم. هلا هلا اخباركم ايه؟ الحمد لله. انت ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انتوا ايه الدنيا عندكم؟ كله قشطه يا رب دايما حبيبي. رجعت يا بنت رشروش؟ رجعت من يومين، يوم الجمعه. ليه يا بنتي؟ خلاص شهر كملت. اتبسطت اهم حاجة؟ وده سؤال بردك يا اخويا حبيبتي. اهم حاجة ان انت تتبسطي طبعا. عامل ايه يا جاد؟ الحمد لله الحمد لله تمام التمام. انت شو اخبارك؟ يا رب دايما الحمد لله تمام والله. باركت له يا جاد. شو فتح كوفي شوب طول بعرض ما شاء الله. مطعم وشيشة وأكلات طيبة وحركات. والله بتستاهل يا مداهم والله العظيم. مداهم من الناس المحترمة وبحبها على البرنامج. أنا والله العظيم حبيبي تستاهل. إن شاء الله أول مشوار هنطلع لعندك على يا حبيب قلبي. أنت تنور من غير أي حاجة. هيطعميك همبرجر كيلو. بدنا من هذا الشغل. كيلو. لك اعمل مصادقة مداهم، اللي بياكل هذا الهمبرجر لحاله له جائزة.
من هعمل كده لانه مستحيل يخلص، محدش يقدر يخلصه. في لا في بس نادرين قوي. كيلو البرجر اللحمه نفسها، اللحمه لوحدها كيلو لحالها كيلو. لا غير بقى الخضره والخبز والدنيا، هذا لحاله شيء 200 جرام رسمه ممكن طبيعي. لا ممكن، لا ممكن. صعب صعب حد يخلصه والله. في لانه بيعملوا هيك مسابقات عالميه والله بيخلصوها. لا في ناس بتاكل، في ناس بهايم في الاكل، بهايم بياكلوا عادي 100%. لا في صح الحمد لله. ايه الدنيا، ايه الحال البرنامج والله الحمد لله. حاسوا ان هو بيبيض كده صح؟ لا بالعكس، احنا عم نضحك طول الوقت. ده مش عارف البرنامج بس عن جد تطلع مع ناس الناس مكعبة مداهم، اقسم بالله تطلع مع ثلاث ارباع الناس يعني. يا اخي ما زعلان، لا تفتح لايف اقعد احزن في بيتك. ده يعني ما ده مش مكان لحل النزاعات 100%. ده يعني طالع تتسلى تضحك تبسط الناس، مشاكل وقرف والناس مالها. الله يخرب بيت ابو مين البت الحلوه دي. ايوه هات نسوان. ايه يا زلمه ضروري انا احلى زلمه اقسم بالله. اخ لا رسمي لازم يكون لانه السيرفر تبعه عم بيشبك. سيرفر ايه؟ نسوان بالهبل امبارح، مش عاوزه اقول لك فين، مش عارفه على سيرفر صديقنا ما بيجيبش الا ما فيش حد لابس. عارفهم دول. لا من حبهم دول لو تعرفوا بنحبكم. لا ما بدك تجي، انزلي 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 خلص. ايوه ما في ما في مشكله، يلا عادي. تنفع مشهوره ولي يلا. عادي شو لا شو شو لا شو صار قبلت من غلط. يلا يلا ماشي اوكي. يلا يلا ليلى، باي باي ليلى، باي مع السلامه. يا يعني اول فتحت عليكي باب الحمام يا هوي لجول اللي فتحني يا هتشتغل. لا ايه يا جدعان في بعض، بقول لكم البرنامج مليان بيض اهو والله بحالته صعبه. لا بقول لها انت رح تعملي حالك مشهوره. يا الله مداهم مداهم شلونك؟ الحمد لله. انت عامله البنت دي مشروش حبيبتي، شو اخبارك؟ هاي جان حياتك يا شاكم الحمد لله على سافا والله يا عمري. رشروش اشتقت لك يا عمري، يا عمري انا يا ساف ديتك والله، وانا كمان اشتقت لك حياتي والله. رشروش يا عمري حبيبي، مش كثر تحبك تتابعك. سلمي لي عليهم بس دي عسل. انت كوتيه يا ساف؟ سلمي لي سلمي لي. اي عرفتي منش ها والله مدام شو اخباركم يا جماعه؟ عشان الحياه معاكم الحمد لله تمام. انتوا كيفكم تلعبوها هتش؟ يلا يلا كبسو عشان اهل اللانش. ايه كبسو جايتش تكبيس وشي؟ لا احنا ما نقول جايتش. لا لا خلاص دي من عندنا يعني كده متضامن. ده اكسترا صوص. ابو فهد ميدو حبايب اخويا شباب سوكا حياتي يسعدك. صبيح تعرف شو يعني سوكا بالروسي؟ سوكا شو فوز فوز سوكا على الله. ايه سوكا؟ اندوري وقعت حرام يا سموره ده عشان بيسكوت تكبيس تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه. شو اللي مسبه هيدي تكبيس جايز علاء؟ يا علاء يا حبيب قلبي شباب التكبيس نار على اللايف. التكبيس فين تكبيس؟ ايه قدني تكبيس. ليش شربتي حجرين على الشيشة؟ تكبيس ما وصل عمره بوي. لا والله لا وصل عدى عمره كم سنة يا سابا؟ كم تعطوني يا جماعة؟
19 18 شكلك لسه اندر ايدج. 24 انا اندر ايدج جد شب 24 طيب الروسي مر من هنا ولكم رش رش شو بتحسين عمري احس ما بديكش تحسي اذا بتعطيها البنات دائما يعطون الاعمار صح لان نعرف حق بعض اكثر عارفين عاملين كم عمليه عامله وليش عم تسالي رش رش ها رش رش أعرف راح تصيد عمري ولا لا 24 25 عاوزين حفلة تانية يا مداهم عايزة حفلة تانية انت اقسم بالله انبسطت جدا طخ طخ الحمد لله هو كان اهم حاجة الحمد لله ما حدش مش زعلان ابدا ليش هو يمشي زعلان كل الناس كانت بحال لا لا انا بس انا جد كان عاجبني جمالي لسه ما بعت لي ميكي في العيد ميلاد اشبيه بصي بصيت شو بصي وطلع نزون بص 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 شوف ال... شوف ال... بص شوف مداهم بيعمل ايه العمده صنعنا زي آخر سام شو 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 لا هنا شوف حد بيشكر في نفسه طبعا أنا حلوة الثقة بالنفس لا لا مزة والله مزة أحلى شيء أنا كذي مزة بالساتر يا أخي ما تقيش تبيع المية في حد السائل يا خويا قلبه سمح العمدة مزة بالساتر أنت مش مزة أنت مكببة طخ طخ كيوت لا بس رشروش في ال في الأغاني والهيصة والكلام ده ما بتعتمدش طبعاً السعادة دي والفرح دي حاجة مهمة أنا بص اسمع مني بعدين تعال لك ولا أنت مداهم خسرنا خسرنا تكبير يا جدعان حبيبي الزيني مين هذا الوحش؟ يا جدعان ده جدعان ايه ده؟ عاش والله مش شايف فيك واحد الزيني العمدة سمورة طخطخ ميدو صبيح ورقم واحد مش شغل بالي بواحد يكون راحت اما انا لا بيج لاف كتيب كده يا جدعان بعدين مداهم إيه؟ في حدا متصور صور حلوه مثل لا الصور دي كلها تلقائي كلكم في حدا في حدا تلقائي غيري كان مش عارف بامانه ربنا بقى ما بصيتش في الصور كلها والله والله بامانه ربنا في حدا تلقائي كان غيري في بنت متصوره صوره حلوه الصوره دي حبيت كيوت انا عارفه انه في لا انت ما فهمت قصدي تلقائية بس كيوت يعني تلقائية انه مش منتبهة انه في كاميرا بصي يعني عايش الدور يا احلى بعتلي بعتلي تدفعي كام انا الصور دي مخليها عشان انزل لكم خللها متى صورتوا هالصور؟ بعيد ميلاده متى كان مداهم؟ 4/8 قبل اسبوع اسحب فوق رقم واحد بص الصورة دي عبيت يا مسلم هذا ال شو بتسموه السباركلينج شو اسمه هذا الشرار ماله اقسم بالله يعني رولة ستر ربنا ولا كان يعني يحرق شعر لا على فكرة ما بيعملش حاجة ده انت لو حطيتي على ايدك كده ما يعملش حاجة لا لا والله عادي ما بيعملش حاجة النار اللي يرشونها بالأفراح عندهم لا 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 مش نار دي ما لهاش أي بأي حاجة يعني دي ما بتعملش أي حاجة بس شكل مداهم شكل بس
العمدة حبيبي. فين التكبيس يا كتيبة؟ عادي جماعة ورد كتيبة مش بيكبسوا. أنا قدامي اتش بي اتش بي يا الملك يا الملك يا الملك يا ملك الجحفلة يا ابن العم. يلا يلا 56 وردة بسنة ينزل ورد 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 يا شباب اللي عنده ورد يا كتيبة كفو اللي عنده ورد يسعدين الورد ما احلاكم والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا البيب الشعيب لو من اهله عطال السوق مركب ويبسوق وما فيش مخلوق. تكبيش تكبيش جماعة تكبيش الدبل 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 خالد يلب بالطاج تكبيش الدبل الدبل يا حلوين الدبل. ثلاثة في خمسة على النظار ثلاثة في خمسة على النظار مكافحة. ايه شباب 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 الشغلانة ما جاتش كده حظ معانا الزيني مع بعض يا شباب. هاي الزيني مع بعض يا شباب مع بعض عادل هاي الزيني يا الزيني. تكبيس تكبيس ما يقفش تكبيس ما يقفش تكبيس ما يقفش. خمس مرات في خمس مرات في خمس مرات. العمدة حد معكم فاز وكفحة حد معكم فاز سافا معاكي كفاز ناطر الحين يدشون نزلوا كفاز نزلوا كفاز. دي جولة الحب مش هينفع نخسر. ايه ملاك بس وينه وينه ايه جاي طالع عليه دلوقتي. لا قاعد ادي من قبل شوي بس طلع هو اللي عنده قفازات. محدش فاهم معاكم قفاز بلاك ويلكم قفاز معاكم قفاز ينزلوا يا جدعان قفاز قد قفاز ايوه العبنا رالي ب 1000 يلا نقدر كلنا مع بعض العمده العبنا رالي ب 1000 روحوا الزاني يا الزاني اضغطوا 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 العبنا رالي ب 1000 ايهاب حاي ما نخسرش يا شباب على الكفار كل العبنا رالي ب 1000 العبنا رالي ب 1000 يا كتيبة صبيح يا صبيح عندي اللي عند مداهم اللي عند جاد ورشروشت مدوم مين اللي عندك انت 64 تكبيس معلش بعمل ايه يلا يعني وانا توني مبطله حتى ما حد عندي. عاش عاش قلب الزيني العمده صبيح عادل مكافحه ايهاب خالد حماده ميلانو الشهاوي بيج لاف كتيبه. عاش والله عاش الحكم الاول اضرب اضرب يا وحش اضرب اضرب بريك دانس. عاوزين خمسة شو كان اسمه خراسي يا بنت خراسي خمسة لو بريك دانس اعطيه خلص مدهم انا وجاد واحد زلمة. لا لا صح. لا احكم علي انت انا لا رشروش ورشروش الي لا لا رشروش اعطيه بدي يعني اعطيك بتاخد اعطيه احكام يا بنت الحلال. يلا الحكم الاول حروف حروف عاوزه خمسه حروف دي الاوضه دي صغيره مش عارف اعمل فيها ماليش فيه اديني ده
هاي حكم بريك دانس. الحكم الثاني عاوزين حرب رشروش. انا لسه يا مداهم سكورات عاليه يا مداهم. معلش معلش لسه جاي من برا والدنيا مش بخير. ماليش فيه اجبي سدينك يا زلمه. الحكم الثالث حكم سهل بقى وانا قاعد عشان والله ما ادري. اصحى فوقه رقم واحد مش شايف رقم واحد. الو اما انا لا انا كينج الشغل. انا ما جاتش كده حظ معانا. طب احنا مش هنقول احكام هنقعد نغني. التالت جيب مية وفيها صابون وتغرغر فيها وطلع بلالين. اساف شو بتنفذي؟ بتعرف ان انا ما بنفذش احكام. وبعدين انا ليه عندك شيء داخل حلجي ولا على وجهي ولا في العمليه؟ بسوي عمليه؟ عامله كم عمليه تجميل يا سافا لحد دلوقتي؟ مو تجميل مداهم شايله اللوز واللحميه. لا شايله لوز ولحميه يعني دغري تتنفذي فورا من بطنك انت كله سهل. لا كنت اشم هوا خلاص في الشيء. هلا يعني ما شاء الله ابعت الصور عادي عطني احكام. خلاص ابعت لك الصور. ابعت الصور اتش دي. خلاص ابعتهم لك ملفات. شكرا لك. يلا طريق السلامة. يلا سلام سلام باي باي. يا عم عمر. ايوه يا حبيبي ازيك؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ ايه الدنيا انت؟ الحمد لله تمام والله. انت اخبارك ايه؟ انا زي الفل. انا لما بشوف وشك بفرح. مهم عيني ده عكس المتداول بس يلا يعني هحاول اصدق. حرام عليك ما تظلمنيش عشان ما ادعيش عليك دعوتين مش منين. لك 4 سنين في البرنامج اذا بكلم ناقة الله وسقياها. انت من ايام حرب انت من ايام حرب البسوس في البرنامج ده. ابو لنا فضلك منيح. بس اصبروا بس السالفه الاول بعدين لما نشوف الجول. يا ام عمر يا مدام ازيك يا فندم؟ اهلا عاملين ايه؟ هلا والله وين يا حبيب قلبي. تو كنت نتكلم مع صلدي قال لي تعال نلعب جوله. قلت لك 4 سنين في البرنامج. قلت لك 4 سنين في البرنامج. ما كنت نفسك على اللي واقفعك يا عامر حبايبي خلود ارحم. معقول انت من ايام حرب البسوس في الكمبيوت؟ الكمبيوت يلا شنو هاي؟ وين يا صاحبي؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك؟ الناس بيحسبوني حقودي. ما باركت لك على المشروع الجديد بس والله اتصلت بيك على الواتساب برا ذمتي قدام الناس والله بيحسبوني. فتحت مشروع جديد؟ ايوه فتحت نايت كلوب. ايوه على النيل عشان تشرب 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 وتموت. ان شاء الله خليك نايم ما تقلقش مني كمان. كنت عايز افرجهم بس كنت رايح الفرح. ما شاء الله بالعافيه بالعافيه يا مداهم يا حبيبتي امبارح يعني. على فكره يا جدعان فضلك كلمني ابو ريمي يا سيدي. يا سلام في ايه يا حبيبي؟ سلم على اخواتي سلم عليهم. هم ما فتحتش النهارده الثالث. يلا انا ومداهم حبيبي يا مداهم هنخرب. خلاص ام عمر دلوقتي على اللي حصل في البوفيه. ام عمر انا اول ما دخلت البوفيه يا حبيبتي يا خلود لقيت واحد كده ماسك عمال يقطع في حاجه. فاعمله ازاي؟ ايه ده راس دي ولا ايه؟ يعمل لي ازاي؟ لا لا خروف. مداهم ام عمر. ايوه يا ايوه يا فندم. رحتي للكافيه شفتي كافيه مداهم؟ شفتي الفلوس اللي عملوا؟ لا ربنا يرزقه كل خير يا رب. ربنا ايوه هذا حقودي. يا مداهم كل واحد بياكل على حد حياته. الليبيين من نفس المنطقه بتاعتك اول امبارح. مين؟ بنغازي. اثنين ليبيين قالوا لي احنا من نفس المنطقه اللي فيها فضل. من بعطني معناها من انا جنبي. انا لما استقبلتهم رحبت بيهم جامد. قالوا لي انت بترحب بينا عشان احنا ليبيين ولا عشان احنا ولا عشان انت بتحب فضل؟ قلت لهم الوقت اللي عطيتهم الجامد. عشان لو كان فضل كنت شتمتهم. انا عارف اكيد طبعا. اكيد الله يخليك يا رب صاحبي وما تخيبش ظني يعني. لا والله والله ان شاء الله فتحت خير عليك. استناني حقي لك غادي ان شاء الله يا رب. حبيبي يا بنتي اسمعي اخذ كل شيء بالمجان صح؟ 2700 كتيبه 2700 تستاهل كل خير يا حبيبتي. يا مرزوقه يا قلبي يا جدع. اخواتي 2000 ونص. حوت ملوش لازمه يا اخواتي. حوت انت عيد قلب المستشار. شباب شدوا 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 الله يخليكم. ما بعدنا على الدبل. معقوله يا اخواتي؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ صحيح في ايه يا جماعه؟ لا من الاول كده هنخسر يا اخواتي. فاتحه الدبل ما بعدنا الدبل قفاز الدبل. لا
التيك توك كان وحش من غيري، ما انا كنت عامله صور يا اختي وانزل في السناب يا اختي، ما انت شفتني في السناب. قفاز ودبل، قفاز ودبل، قفاز ودبل، شكل كبس انت وزنك يا ابو حماده. قفاز ودبل، قفاز ودبل، قفاز ودبل، شير وشير وشير اللايف، شير اللايف، شير اللايف، شير اللايف، شير يا نهار ابيض. الحب الله 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 صلدي. ايه يا اخواتي اللي عند مدام وعندنا في ايه مالكم يا اخواتي؟ لا مش كده قسما بالله. مليحة مدام انتوا تنزلوا اسكتش. ايه الاوضاع؟ اوضاع زي الزفت. لا 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 ما بعد تجاوله مش هحكم. اسمع انا هحكم عليك اظبطك انا اظبطك. عندي يوم فري في المنتجع اللي انت عامله فري يوم خلاص. لا يا اخواتي مع بعض انت قلب المستشار. شكرا على النجمه يا حبيبي. اجيب اصدقائي يا مدام احنا قاعدين كده. لا انت لوحدك تيجي تنور. طب ليه تاكل لك بتزايه واخلي الشيف يصغرها لك شويه عشان تبقى على قدك وتشرب لك فنجان قهوه وتروح. السلطي احكام سلخ خلاص قبل عميوت. السلطي السلطي لا تسامح. هوريك انا هوريك. تعزم تعزم في البروجر بيجوا هني مجانا وانا لا 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 مرحبي يا شموخه يا قلبي. بيتزا صغيره ليه يا حبيبي انت؟ صغيره بيتزا ليه؟ انا هطلب انا هجرب المنيو انا هجرب المنيو كله عادي. شكرا يا حبيبتي شكرا. اه هجربه. خلينا ننزل كم صنف اكل في المنيو ينزل اللي موجود كله عادي يعني. وهاكل من دي شويه ودي من شويه ودي شويه والباقي يترمي ويروح للناس تاني. انا جايها خساره. بس انا طبعا اقول لكم هحكي لكم. لو خساره تيجي منك النهارده ماشي. هتيجي مني ماشي. مكانك الله يخليك الله يخليك. تقدرش تقول كلام غير كده. ام عمر ام صرم امك اللي صرم. يلا يلا يا ابن صرم. يلا يلا يا ابن صرم. يلا على طول. يلا يا ابن ابو صرمة. حتى انا في امك يلا فضيتك قبل ما تجيبك. يلا بالصرمة يالا. ده من كتر امك كانت بالصرمة جابتك وهي في الستت. يالا ما لحقتش استمع يا معفن. صح انا كنت حاضر يا ابو صرمة. انا كنت حاضر على الولاده دي. خلي بالك يا ام عمر. والواد نازل غلاوي ووشه اصفر وكان عنده صفرا وحاطين لمبه نايلو جنبه. يلا يا ابن ابو صرمة ادوله على راس الواد ده خرجوه من هنا ارموه في الزريبه. يلا يا ابن الزريبه اديله اديله العدي. لو سكتت لهم خلي بالك. احنا قاعدين كده قاعدين كده شكلنا وحش. طب ما نعمل ايه يا ام عمر؟ ما عنديش حد. انا دلوقتي هيجي لنا حد ان شاء الله باذن الله. انا ما عنديش. بعد ما شافوك بعد ما شافوك عملت مشروع. انا الثاني هيجي لنا حد ان شاء الله. هتشوف. حتى انا اشتريت عربيه مؤخرا. انا بحس ان حد هيخش دلوقتي يقول لي خد يا ولد. على فكرة الصلطي 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 قاله خمس سنين في البرنامج. قبل ثلاث شهور قاعد على كرسي يوتيوب. قاله خمس سنين في البرنامج. فهمت علي؟ ذكاء الموضوع. مش شايف ملاح يقعد على الأرض لليوم العمدة. تصدق صح فكرة. أيوة إنما تستعرض قوة. لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. أيوة فدايما احنا نغلق البيضات وبعد كده نفتح من على الأرض. ايوه انا الايام الجايه هفتح من الارض. أيوة ممكن احرق بيتنا او بقول ان فهمت. اه تصدق بيت اتحرق لك في الدراما. اه انا ماشي على خطى سوزي. استناني بس. ايه انا ماشي على خطى سوزي هعمل احرق بيتنا واعمل جو كده. بقول لسنا اسكتي عشان قرفاني. كل ما اقطع حته لحمه تقول لي لا يا ماما. اقول لها صلطي صلطي. شوف خلاص راح عملنا ميوت وقاعد عايش. وربنا اول ما دخلت على الراجل قسم بحياه الله. قسم بحياه الله اول ما دخلت على الراجل بعمله ازاي؟ راس دي ولا ايه؟ قال الاخر روف العمده. طب وانت يا عمر كنت فين في الاوبن المفتوح ده؟ كنت يا مدام كنت فين في الاوبن بوفيه ده؟ والله كانت واحده صاحبتي عزماني. حلو الكلام. المهم الاول في ناس عزماني كانوا عازميني. كان فرح واحده من السعوديه عاملاه في مصر. رحت امبارح قالوا البوفيه فتح. رحت داخله البوفيه اول ده عشان هي داعمه يعني. اه عشان احلى داعمه في الدنيا. طب ما انا عزمتك ما جيتيش. لا انت ما عزمتنيش. ما عيب عليك. لا مكلمك في التليفون حتى. كلمتني بس ما عدتليش اللوكيشن. ما قلتليش ساعتها. ما قلتليش يا ام عمر بكره الميعاد كذا 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 خد اللوكيشن. على فكره على فكره والله العظيم لو كان ام عمر جت كانت هتخطف الاضواء من كل المربعات اللي هناك. ام عمر والله. ايوه عارف ليه؟ ليه؟ كانت هتجيب كيس سود وتلم في الاكل.
وده انا اجيب كيس اسود والم الاكل وادي لامك باذن الله. ايه رايك؟ بدي كده كده مشغلينك عندنا من غير اي حاجه. ما عاد انا بقى عشان خاطر ادي لامك عشان امك غلبانه عشان عايزه تاكل يا حبيبي. لا 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 مستوره الحمد لله. ما كلها مستوره بس يا معفن يا غربويه يا زلمه. الله يسامحك. ده انت اللي تشيله وتقعد فيها مأمن. يعني بقى ما انت لما كنت تيجي بالكيسة السوداء اخرس يا معفن. كيسة السوداء يلا ده انا اشرف اي بلد يلا. انت تشرفي دي مالهاش علاقة. ايوه ايوه لا دي مالهاش علاقة. ما انا تلات تستير اخرس انت خليني ارحب بالدعمين. خد بلوك بلوك خد 124 نقطة من عندي ومن عنده ودان 124 وردة وردة كتيبة 124 وردة. لا كملوا الدمين ربنا يسهل. لا يا اخواتي مش كده يا اخواتي. 5000 واحد في اللايف مفيش واحد فيهم يعني قاعد يديني ورد. في حاجه غلط في نفس ال كفو. يسعد دينكم يا كتيب العمده قلبي احمد حبيبي واس في يسعد قلبك انت يا عارف انت مداهم ما رحتش للساحل ليه؟ العمده انا مش فاضي انام اخواتي مع بعض العمدة يسعد قلبك وفزاه مع بعض يا اخوات. يسعد قلبك يا اخوات يا حبيبتي مع بعضين مع بعضين في يسعد قلبك 24 مع بعض يا اخوات. في شهر الدعمين اللي هو الدعم كان عندي مهمين ده بس مهم ده يمكن ميدي ولا حاجة يا رب. العمدة مع بعض كتيبة مع بعض كتيبة فاهمك اتغطوا قلب العمده كتيبه تكفيز تكفيز. لا ايه الكلام ده انا حاطط بين الليله دي مش عبان من اولها. نعم يا صاحبي انت داير لي داير لي ميوت لك 3 ايام جتني تمام كده ميوت فتحت عليا ايش عامل لي ميوت وتتكلم مع مريم وتشغل لها فتيات القوه وخليط تبيض يا عم الجاسوسات. انا اللي كنت بنادي عليك وانت اللي مش سامع عامل لي ميوت. طب ماشي اتكلم معايا زي حبيب قلبي. لا 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 شد تكبيس شد تكبيس. لا لا يا شكرا شكرا والله العظيم شكرا وافي والله العظيم بارك الله فيك والله العظيم ما قصرتي ربي يحفظك وافي بس لا ولا شباب لا والله العظيم والله بالعكس داخل الجوله والله نضحك ونلعب وغير جو. شكرا مريم ربي يحفظك ان شاء الله يجي حد دلوقتي زرتك خضره انت دقيقه حبيبي من اولها يا جدعان احنا نفضل نخسر ولا ايه؟ ما بقاش غير نصر السلطي وفضل اللي يخسروني. انهر ازرق يا ام عمر امال فين قطريه قطريه يلا اكيد مش موجوده اكيد نايمه يعني اكيد في حاجه يعني تعالى اضافه خطا مكب بهار الدنيا جاب ظهرها الدنيا جاب ظهرها خالص. طب ايه طيب انت حاسس ان هيخش داعمين دلوقتي ضربه ايه رحابي يا قريب 84 84 يا اخوات. يسعد قلب القلب 84 احنا عايزين قضاء. انت عارف ام عمر لو بعت لنا اسد احنا كسبنا يا رب شدوا تكبيس والله لو بعت لنا اسد كسبنا. يا لولو ليفن 84 انا اعرف ليفن كام ولا السنه دي شدوا تكبيس يا كتيبه شدوا تكبيس. هي رقم 84 يا عم يا انا هبطري اخلع بالطريق النهارده ولا ايه مداهم ايه خد انت مكان الاحكام بقى يا صاحبي. طب اللي بنتي وانا اصفي حسابك انا والله نورين بالله نورين بالله ما قصرت وافين يا رجاله شكرا مريم الناس بعدين تخلي تطلع والله هادو انت اخر جقبل من تيك توك ما اعرف وين تبي احمد قلت لي اطلع سامعينك ترى اسمع والله ما كنتش افكر نفسي اني انا يعني من ال انا ولا جبت سيره ولا اتكلم خلاص يا جماعه مره كبيره يا جماعه ليش لا يعني والله ماني خلاص والله والله ام عمر والله العم عمر يعني مره كبيره والله العظيم بدك تحكم عليها ايش انا اجيب لك هتعرف تحكم عليها هو بديش احكم عليها بس يعني هو احنا بس بدنا نشكر الناس اللي دعمتها بعدي عادي تقول ما هي خرجت يا ام عمر ليه كده يا ام عمر بس ايه يا حبيبي سمع لي روحي انت ام عمر لا لا خلينا نشكر الناس خلي الجوله تخلص ومش هنحكمك يا ام عمر ماشي انا مالي انت عايز صغار يا ام عمر يلا اعملوا اللي نفسكم فيه يلا يلا مداهم الحكم الاول لا ما تحكموا على ام عمر الاول
لا ايه انت الاول انا لو ايه ده ايه الحوارات اللي متعلق ايه الحوارات الحكم الاول محمود استنى الحكم الاول يوم اللي اجي لللاونج اللي انت عمله ده ولا ما منيو كامل مجانا احلف بعد راسي من جوه اصبر بس ماشي يلا حد يقول لي مريم مريم يا عزلية يا اللي بدنا اتعشت خلاص كده ممكن اقفل واروح انام ايه رايكم طب يلا يا ناصر احكم عليه احكم على مين قلبك يا مريم احكم على ام عمر يا بعد عمر اخوتي قلوبه مريم الله يسعدك يا مريم والله يا مريم والله يخليك يا مريم يا مريم يا مريم قلبي يا مريم والله خلاص خلاص مريم دعمت الاربعه يعني في شيء خلاص خلاص شباب يلا خلوا نقبل للسلطي يا شباب يلا ما نقعدوش انانيين يلا عاد شكرا يا رب يحفظك ابلع عليك ثانيه يلا انت مش كنت متزمزق دلوقتي وعايز تحكم ام عمر انا جبتها لك احكم لا خلاص خلاص ام عمر ده ليش كده ليش هيك والله والله عيب والله عيب ها فين اهي ما تحكم خلاص من مريم دعمت الاربعه وخلاص عن جو يا راجل لسه لعمها دلوقتي بطل كده يخليك يا مريم يا رب واشوفك يا رب عروسه حبيبتي يا مريم يا مايا يا عم لا ده انا لازم اشغلك شباب احنا ننسى يا شباب معلش معلش لازم نتفرق معلش يعني. خلاص يلا لازم نتفرق صح يلا السلام عليكم حفظا وسلامة على مريم فهمت شكرا مريم ربي يحفظك يلا سلام ايش شنو ايه مسجله بلنتي اسود ايه اسود يا ابو دايم اسود 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 مية مية يا لا لازم اشغل لها اغنية انغام يا شغلية اغنية انغام يلا السلام عليكم يلا 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 لازم نتفرق نحن لازم نتفرق يا حبيب قلبي تفرقوا انتوا انا اقعد انا هي تقعد مع مريم خلاص تعشت يلا تعال تعال مدام تعال نروح تعال خلاص ودي جات لي 100 حبيبتي ايوه حصل يلا يلا مدام اسمعني بس تعال نروح يلا انا عندي قصات جديدة والله حس حلوة يلا يلا أنا مخلوق من قدام يلا يلا مريم يا مين دي؟ أنا عندي بنت ما أعرفهاش تعال نجيبها كده إزايك؟ الحمد لله وأنت عامل إيه؟ عامل وحشاني بجد والله يعني اهلا ازيك يا فاضل عامل ايه اهلا السلام عليكم حياكم الله مداهم اميره اميره اهلا 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 شو اخبارك مداهم صديقتك الجديده دي ده زي مراتي بالظبط يعني الله يخليها يا رب اشوف منك المال ومنها العيال يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب العالمين يا رب حبيبي الله يخليك انا وانت طيبين دايما انت خايفه ليه بعت صديقتك يمكن الغى اصبر يا فضل عشان في حاجه مهمه دلوقتي طب انا عايز ابعت لجوستي ابعت الخطيب بعت لها قبل ما انا اشوف فين هديتي عايز هديه ايه بقى دي عربيه رنج سودا عشان انا حزين حاضر من عينيا الاثنين بكره تلاقيها عندك يلا ما شاء الله مش لازم بكره يعني براحتك بس انت اللي تجيبيها اهم حاجه قادر اجيبها لك انا يا حبيبه قلبي عشان تركب الاثنين العربيه وجنب السواق لا انت انت ايوه انت ما تعرفش تسوق اصلا ايوه انت اصلا ما تعرفش انا سبتك الفتره اللي فاتت عملت حادثه عاليه فانا مش هعرف اتحكم فيها قوي الصراحه دقيقه بس دقيقه اجيب ابن المره هات صديقتك هات صديقتك يلا يلا معلش اخبارك ايه منيحة وانت كيفك؟ الحمد لله تمام والله كله بخير كله هاي هاي خلاص انا هاي 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 فين ممكن تسكت شوية معلش دي صديقتي يعني مش هاي حبيبتي يا عم بتوسع البوسات يا عمرو دياب ممكن تخلي تبلي رئة شوية عشان اصبر يا عم تعرف على البنت لا ما تتعرفش دي صديقتي يا هشخر لك من وين؟ هجيب العيب بالليبي ايوه وهنا هتنفس صوتك مش طالع هي صوتها مش طالع هي كده وش بس لا انزلي واطلعي تاني صوتك مش طالع مش سامعك واهم حاجه في الجست ده ان انا اسمعك خليك خليك هو الحلو في الموضوع انك ما تسمعني ازيك
الحمد لله بخير ونعمة. يا بتتكلم بصوتي ليه كده؟ الحمد لله يا عمري. أنا من وين أنت؟ أرمنية سورية. أحلى سوريا في الدنيا. يخرب بيت ممكن تبس التليفون من تحت. أكيد مغطي على السبيكر فليش الصوت شوي ضعيف. صوتك ضعيف خالص. هشتري لك سماعة والله أو أديك دي عادي. أيوة هتلاقي سماعة يا فوفو. هتلاقي سماعة. ما أنت بتعزم في البنات عندك في الكافية يا عم الشجر دادي. أقسم بالله ما في حد تعزم يا عم. ابلع ميوت يعني حاسبه ما حاسبوش. لا يوم عيد ميلادي ما ينفعش حد يحاسب. يعني ما ينفعش انت تجيلي ضيف. أيوة. بعد كده والله كله دافع حسابه. احفظوا كلامي ده. لو الكافي ده اشتغل ودخل ايراد انا ما هبقاش فاضي. هتشوف كله هيروح بالمجان للحبايب وللفاهم. انا عارف الحوارات دي والله مش هتشتغل. كله بيبقى قاعد بيحاسب. لو جات لك اميره وللكافي اكيد طبعا. يعني ده مرات صاحب الكافي ازاي تحاسب؟ عيب يا راجل. انا بحب الخرفان البيضة دي. اموت انا ايوه الله يخليك يا اعرفك على صديقتي. يلا انت ومراتك وانا ومراتي. يار بالضبط كده. يلا هتجيبيني تاني مع العربية يا مريم. السلام عليكم. يلا شباب. مريم هو انت مراتي؟ هو ليه وافقت كده يعني؟ مش فاهم احنا قابلنا كده ليه يعني. ايه ده يا حبيبي انت معايا يا حبيبي. الغي الجوله. الغي يا حبيبي الغي الجوله ده ايه القرف ده من البدايه. تعالي انا ده مختار البنت والله. ايوه البنت. هو انت نسيت اسمي مداهم. اميره. اسمعي اعملي لهم ميوت. ايه عملت ميوت. لا ازيك. هل ألم تشتاقي الينا او لا؟ اليكم. الله. يقول الشاعر كمي شوقة خوف شوقة يعني الشوق. كمي شوقة خوفي لا كثر الحنين يعوقة لفراق مر وشين كانت ذوقة مذوب الكبد تقول سمح ناشي عليك وقت فيه الشين راقي سوقة أما الزين سوقة طاح تنبلاشي ما جروح جرحي شين ما يبقى واحدة ولا سمح ناشي. ايه سمح ناشي؟ منطقة عندنا هنا يعني سمح ناشي. أول مرة أشوف واحد يتغزل فعلا ولا سمح ناشي. يعني أنا لو قلت لها كده احتمال فكر أنا بسبها بدأ عليها. طب شوف الشعر ده لما أقوله الأميرة. أميرة. نعم. يقول هالطايح اللي صار العين سودة والخد في نار وسبحان المولى الصوار علي زولك ما فتلك فيه غثيثك هالطايح لمي خضيتي عقلي دوختي. أيوة كده ده مفهوم إنه هو الشعر. انبسطت شفت؟ مراتك انبسطت شفت؟ اقول لك انا شعر مصري. ايوه قول لها. الحب الحب ناداني قبل ود فاك العودة قلبي. طب عندي سؤال. ايه؟ ايوه اسمع نلعب لعبة. انا اسال صديقتك وانت تسال صديقتي. بس لا اسال صديقتك عليك انت. انا هسال مراتي ومراتك. يعني حرام عليك والله توقفوه على 100 نقطة. اقسم بالله انا ما فاهم في ايه بس يلا الحمد لله. طب والله اسمع بس اميرة انت اول ما دخلتي مع مداهم ايه الفكرة اللي كنت واخدها عليه؟ كنت مفكرة انه هو شخص بيخوف بس بعدين لما شفته تغيرت فكرتي. ايوه بيبان من برا كده انه هو بيخوف بس هو طيوب والله. طب اسأل صديقة. انت اسمك ايه؟ كارلي. ايه اكتر حاجة حبيتيها فيا؟ اعتف عليك ولا اعمل لك ايه؟ انا مش فاهم يعني. انت قلت لي انا هسألها وانت اسألها فانا افضل. يلا جاوبي. ايه؟ ترفض الجواب. ليه ترفض الجواب؟ اسكيب خلاص. نسبة اسألك سؤال تاني ماشي. نسبة حبك ليا كم في المية؟
هي مكسوفه خلي بالك بس هي واضحه يعني الموضوع باين انه واضح. حبيبتي انا أميرة انا ضفتك. نعم يا حبيبه قلبي شرف لي شرف لي والله. ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه يكون في منك استوك كتير. انا بس بشوف وجهة نظرها من ناحيتي ايه، خايفة مني مستريحة لي. انا الحمد لله مش فاهمة حاجة. انا الحمد لله حبيبة ربنا عليك مداهم مداهم حبيبي حبيبي انت من اعز الاصدقاء على قلبي والله العظيم. حبيبي حبيبي وصاحبتك زي مراتي بالظبط يعني ربنا يعلم ان هي غالية عندي. لا 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 ايه حبيبي حبيبي يا فضل انت اخويا انت اخويا. حركة الايد دي معروفة بالنسبة للناس كلها معروفة. يا فوفو احلى فوفو بيسلم طاقتك. حبيبي فضل اخبارك ايه؟ حبيبي قلبي كارلي ازيك؟ اشوف حبيبته راحت وسابتك ده دليل على ان هي ما بتحبكش اصلا. لا اجلد البنت اللي جايه دي اجلدها اجلدها. لا انا ما اجلدش حد انا هطلع الشخصيه المحترمه الراقيه قدام كارلي لو سمحت. الشخصيه المحترمه؟ اه طب اصبر انا اجيب صح. لا انا مش عارف هي فين اصلا بدور عليها. كارلي بس لك سؤال اختك فين؟ اني اليوم ما رحت اطلع. حلو ليه طب ما تجيب اختك عشان وانت نبقى عدايل. ما يشرفنيش حقيقة. لا 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 حبيبي لا. حبيبي يا فاضل انت اختك لا. دي اكبر منك ولا اصغر منك؟ حلو حلو كم سنة؟ هي عندها 27 انا 24. الحلو حلو قوي انا اكبر منها بسنة ممكن اشوف صورتها؟ هي صاحبة هذا الاكاونت صورتها الشخصية. لا ما في صورة شخصية المشكلة عندها بالاكاونت هذا. طب ما احنا عايزين نشوف اختك طبعا عشان خاطر هنبقى نسايب. يعني خلاص يا فضل انزل انت وانا هتفاهم معاه. لا فضل لا ما تتركني. لا وهو ايه رايك ايه رايك يا كارلي ننزل انا وانت؟ ما بعرف انزل خلاص انزل وقت انزل وراك. لا لا دي هتموت وراي انا عارف. لا اسمعني انا اجيب لك حد بس استنى 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 والله العظيم استنى مدهب. طب هات لي بنتي حلوه عشان احلك. يلا خد مفيش احلى من كده والله. انا شاكك في واحده شاكك في واحده والله العظيم اقسم بالله عارف. رش رش ازيك اقسم بالله عارف. اعرفك على كارلي كده صديقتي كده مثل جوزتي بالضبط او اكثر حتى كده 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 كده. انا متجوز اختها. بتحكي عربي هاي؟ هي الباين عليها ان هي اجنبيه بس هي عربيه. تكلمي كارلي؟ هاي من منيحه انت من وين؟ واطي خالص يا راجل. ايه من وين؟ سورية المانية. سورية المانية ايش اللي بدش؟ لا أرمني 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 معلش الأرمني ده مش تشرت ولا أرمي من وين قد ايه عمرك؟ 24 العمر كله. أرمني كيف بتقولي يا 19 سنة يا ريك فيروز 22 22 كيف بتقولي بالأرمني؟ ما يعرفك تقولها مجرد قالت لك ماني حافظه كيف نقولها هي مجرد اصولها ارمانيه بس بتعرف 22 بالارمني ايش كيف تنقال؟ كيف؟ لا 21 21 كم كيف؟ كسمك ها؟ والله العظيم بالارمني هيك بيقولوا والله العظيم لغتهم يا مسلم. لا هي معلش هي معلش قبل منها والله كده اللغه صح يا يس 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 دقيقه والله اسمع اسمع القرار عند العم جوجل انا ابحث دقيقه يلا ابحث دقيقه بس دقيقة. رقم 21 كيف يلفظ عندهم؟
كيف ينطق رقم 21 باللغة الأرمانية؟ صح أني؟ أني؟ سيد مالك هل تسمعني؟ باللغة الأرمانية. نعم. ما هو بس معلمات عادي عادي. يا خرب بيتك يا رسول الله. خي شبه ايه في اللي بتاع منو ذا بتضيع البنت من ايدي؟ هو انا لقيت من امكم يا اخي كلها يا عمي اللقمه ما تحلى الا لما تكون بفمي الزف يا عمي. ما الام بيك كمان قد ايه مزقبين لي في اكل عيشي؟ ما سبيتها يا اخي يا عم. هو ما سبهاش بس هي رشو. انت متاكده من المعلومه دي؟ اه 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 مين يا عمي ايه التراث اللي انت عارفاه ده؟ معنى الارمني في جمله مفيده يا رشروش. دلوقتي هنفترض ان فاضل 21 سنه يبقى اسمه هقول لك انا انت هنزل وراها. استنى ما تقولش استنى كده ما تقولش يعني فاضل لو عنده 21 سنه شوف حدا اجاها. ايوه انا عندي 21 سنه وتسالني كم عمرك صح؟ والله العظيم يا جماعة هاي باللغة الأرمينية مثل كلمة منيك بالتركي. مجنون ده مصممين يخربوا أمه.